مرحبا. بعد ما يقارب 10 أيام من فقدان التواصل أو الاتصال أو اختفاء 3 شبان في رام الله، أخيرا لقيناهم. مواطن أو مندوب باكيتات دخان المخابرات أو عنصر في المخابرات شاف 3 شبان في جبل ما قرب منطقة عارورة، وحسب المواقع الإعلامية المقربة من المخابرات الفلسطينية بلغ عن 3 شبان لأنه اشتبه في إنهم مستوطنين، ولأنه أجا في باله على طول كيف المخابرات الفلسطينية حمت عائلة الدوابش من الحرب وبتتصدى لاعتداءات المستوطنين على القرى والمزارع الفلسطينية، اتصل على طول في المخابرات الفلسطينية، والمخابرات الفلسطينية جت بقواتها واخذت الشباب، وتوقفت الاخبار كليا. ضلينا واقفين على المعلومات اللي اخذناها من المواقع الاسرائيليه اللي بتحكي انه الشباب كان في نيتهم عمليه ما ضد الاحتلال. حتى اللحظه احنا ما عندنا المعلومات الكامله لانه ما سمعنا روايه الشباب نفسهم. بعد ايام من منع الاهالي لقاء ابنائهم او التواصل معهم، وبعد منع المحامين من اللقاء فيهم كمان، التقوا اليوم الاهل والمحامين في الشباب المعتقلين عند النيابه ليشوفوا انه بيتم التحقيق معهم على البنود اللي سمعناها من الاعلام الاسرائيلي، بالرغم انه اعلامهم قال احنا لقيناهم حاملين حاجيات شخصيه على ظهورهم وقاعدين جنب نبعه مي بعاروره. مؤسسه ضمير قالت تعرضوا للتعذيب والضرب والشبح والاهانه لنزع اعترافات منهم واجبارهم على اعترافات معينه. والغريب في الموضوع انه القصه بلشت في التحقيق مع الشباب على سبب اختفائهم فقط، لكن شفنا انه القضية اليوم رايحة باتجاه تاني، واضافوا عليه كمان شابين. احنا اليوم نحكي عن 5 شباب مش 3 شباب فقط. وفي نهاية جلسات التحقيق اللي حضروها المحامين، المحكمة قررت تمديدهم 15 يوم، يعني كمان 15 يوم من التعذيب والشبح والإهانة والضرب لإجبارهم على الاعتراف بأشياء ممكن يكونوا عملوها ممكن يكونوا ما عملوهاش. ولأنه بنعرف قديش الأجهزة الأمنية الفلسطينية وسيطة عند الاحتلال، بتقدروا تتخيلوا حجم الاتهامات والملفات اللي بتنفتح وبتتجهز للشباب لاعتقالهم من جديد والتحقيق معهم من جديد ومحاكمتهم من جديد بنفس الاعترافات اللي ممكن يكونوا اعترفوها عند السلطة. اللي بده يحكي لنا كل اللي بنحكيه مش صحيح، وإنه السلطة سلطة وطنية فعلاً والأجهزة الأمنية فلسطينية أجهزة أمنية فلسطينية فعلاً، وهي فعلياً بتحمي في الشباب فقط لا غير. طب هل فعلاً كانت بتحمي في الشباب من أهلهم ومن محامينهم على مدار الأيام السابقة؟ ليش منعوا زيارتهم؟ واللي بيحكي لنا يتحقق معاهم عند السلطة أحسن ما يتحقق معاهم عند الاحتلال. نسينا؟ قبل يومين سمعنا عن اعتقال علاء الأعرج اللي كان معتقل عند السلطة لأشهر، أفرجت عنه من هون والاحتلال اعتقله. لنشوف على إيش بده حاكم. وجود الشباب اليوم عند السلطة أخطر من وجودهم عند إسرائيل، وفرصة صمودهم تحت التعذيب النفسي عند الاحتلال أكبر بكثير من التعذيب الجسدي اللي بيصير عليهم عند السلطة اليوم. والمخابرات الفلسطينية اللي عجزت عن حماية عمر النايف في السفارة الفلسطينية في بلغاريا غير قادرة على حماية نفسها لتحمي الشباب. احنا اليوم بدنا الشباب يطلعوا وهم يقرروا مصيرهم، واذا كان بده يتم اعتقالهم عند الاحتلال مرة تانية بلاش يقضوا 3 شهور او سنة عند السلطة ويرجعوا يبدوا من اول وجديد عند الاحتلال. بنطالب وحاسين ومآمنين انه الملف اللي بنعدلهم اليوم اكبر بكثير من الملف اللي حينفتح عند الاحتلال. ممكن لاحقا نسمع عن اعترافات انتزعوها من الشباب كانت حتعجز المخابرات الاسرائيلية عن انتزاعها منهم. الحرية لباسل ومحمد وهيثم والشابين اللي ضافتهم السلطة على ملفهم، والحرية لكل المعتقلين في سجون الاحتلال وسجون السلطة، والحرية للمعتقل اللي بنعرفوش ولا سمعنا عنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله.